فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم عرج الشيخ رحمه الله وقال إن الذي يحرم الحلال فيه تشبه بأهل الجاهلية، كالذي يحرم الحلال من باب التعبد والزهد، لا يجوز الإنسان يحرم الحلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الذي قال أنا أصلي ولا أنام، والذي قال أنا لا أتزوج النساء، والذي قال أنا أصوم ولا أفطر، والذي قال أنا لا أكل اللحم، قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فدل على أن الذي يحرم شيئا من الحلال من باب التقرب إلى الله، يحرم ما لم يحرمه الله، أن فيه تشبها بأهل الجاهلية، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، لكن إذا قصده فهو أشد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا ما نص عليه الشيخ رحمه الله، قال معلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه به. إيه، لأن الكفار ما قتلوا أولادهم ولا حرموا ما رزقهم الله إلا من أجل التقرب إلى الأصنام.